وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا مدرس للقرآن الكريم بمدرسة أهلية، ويطالبني مدير المدرسة بإعطاء الطلاب درجات لا تقل عن 48 من 50 من حفظ ومن لم يحفظ، مع العلم أن بعض الطلاب لم يحفظ ولا مقطعا واحدا من المقرر. وإن رفضت يا فضيلة الشيخ تعرضت للضرر، وربما فصلت ورحلت إلى بلدي، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الحكم: لا تشهد لأحد شهادة زور، لا تعطيه ما لا يستحق. وإذا كان يبي يجبرك موسع الله، تروح الدار تحفيظ أخرى أو تعاقد مع ناس آخرين. نعم.